بسم الله الرحمن الرحيم. علشان طريقة إدخال الزخارف على الماية تشكيلها، لازم يكون عندك الستريتر أو باث للشكل، لأي شكل، سواء كتابة بالعربي أو زخارف مثل هذه. يعني مثلا أنا عندي بالكورل درو نفس الشيء، هني أوتلاين عملت له اكسبورت، الستريتر سويت الستريتر. اوكي، الحين اذا اروح فتحه بالمايا، في طريقتين، بس الطريقه الافضل ان نسوي امبورت فايل، امبورت نجيب الباث مالنا، راح نشوفه كذي. اوكي، الحين نسوي سيلكت عليه كله، نقدر نروح نقول له بال سيرفيسز بلانر، ناخذ الاوبشن بوكس. اذا بغينا نزيد ال يعني هو راح يجينا كذي، نقول له بولجن كاونت كواد، ممكن نقول له 200، بس راح يصير معانا شوي مكسر. نضغط زد اندو، نقدر نزيد هذا، نقول له 2000، يعطينا شكل افضل. نحب بس نأشر على الشكل، نقول له اكسترود، طلع عندنا الشكل اللي نبيه. طبعا هذا ينطبق على اي الستريتر، اي باث ممكن تسويه بالفوتوشوب.